المتاجر الرياضي كمان قال ان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكورة كشف عن اخر تطورات مباراة السوبر المصري. قال عامر حسين لحد دلوقتي مفيش جديد عن مباراة السوبر ما بين الاهلي والزمالك، وقال كمان ان مباريات ربع نهائي دوري الابطال والكونفدرالية الافريقية ومعرفة كمان مصير الفريقين. هنعمل جلسة طبعا مع هاني ابو ريدة بحسب كلامه. قال كمان واختتم حديثه هنشوف الشكل النهائي لمباراة السوبر ومكان اقامتها سواء في مصر أو برا مصر.